بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اترك المذكرات الآن، تابع معي. بعد الدرس إن شاء الله تعالى يعني كل واحد يصحح لنفسه، طيب؟ نعم، وأنت تحكم على نفسك. انتبهوا معي الآن، من الذي يريد يعني أن يسأل؟ نعم، بسم الله. يقول مؤلف الأصول الثلاثة محمد بن سليمان التميمي أو الإمام محمد بن عبد الوهاب أو جميع ما تقدم، جميع ما تقدم. طيب، الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر، صح أو خطأ؟ صح، هذه سهلة. دعا المؤلف للقارئ في الأصول الثلاثة فيه وفي القواعد الأربع فتح الله عليك في موضعين. تميزت كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأمور: سهولة العبارة، مختصرة واضحة، يجمل ثم يفصل، يدعو للطالب، يستدل بأدلة من الكتاب والسنة، ينوع في طرق العرض، يأتي بالأسئلة والإجابة عنها، عناية العلماء وكثرة الشروحات. نعم، عليها وضع الله سبحانه وتعالى لها القبول في الأرض. معاصر إمام، حسن التبويب والترتيب والتصنيف. يأتي بالشبه التي يأتي بها مشركي زمان ثم يرد عليهم. طيب، فتح الله عليك. نعم، قال لو طلب منك أن تصنع فهرس للأصول الثلاثة، قلنا إلى خمسة أقسام، والله أعلم. القسم الأول المسائل الأربع، المسائل الأربع، وتلخص في أربع أشياء: سورة العصر، سورة العصر، علم وعمل ودعوة وصبر. القسم الثاني المسائل الثلاثة، المسائل الثلاثة، قلنا لابد أن نفرق بين الأصول الثلاثة والمسائل الثلاثة. القسم الثالث الأصول، كيف لماذا ندرس التوحيد، لماذا ندرس التوحيد، وقلنا هذا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في جل مؤلفات، ذكر هنا في الأصول الثلاثة لماذا ندرس التوحيد، وكذلك في القواعد، وكذلك في كشف الشبهات، وفي كتاب التوحيد. نعم، القسم الرابع الأصول الثلاثة، شرح الأصول الثلاثة، والخامس الخاتم. طيب، يقول دراسة التوحيد هل هو فرض كفاية أو فرض عين؟ ما الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين؟ فرض الكفاية ينظر فيه إلى الفعل ولا ينظر فيه إلى الفاعل، ينظر فيه إلى الفعل. مثاله الأذان، فأي واحد من الحضور أذن انتهى الفرض، صح؟ نظرنا فيه إلى الفعل أو إلى الفاعل؟ إلى الفعل، فمتى حصل الأذان انتهى الفرض. نعم، أما ما ينظر فيه إلى الفاعل ولا ينظر فيه إلى الفعل، هذا فرض العين. الآن لو صلى واحد من الحضور أجزأ عن البقية؟ لا، فالصلاة فرض على الأعيان، على كل إنسان بعينه. إذن الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض الكفاية ينظر فيه للفعل ولا ينظر فيه للفاعل، وفرض العين ينظر فيه إلى الفاعل ولا ينظر فيه للفعل. وقالوا أنه في فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي، والصحيح والله أعلم أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وإذا لم يقم به البعض أثم الجميع؟ لا، أثم المستطيع. طيب، دليل المسائل الأربع سورة العصر: من تعلم ولم يعمل،
احنا ذكرنا هذه المسألة، أنه من ضل من عبادنا، من ضل من علمائنا، ولابد أن نجمع بين العلم والعمل. نعم، ومن نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله بالكلية. طيب، نعم، أقسام الصبر. يقسم العلماء رحمهم الله تعالى الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤدى، وعن حتى تشتغل، وصبر على أقدار الله كالمرض والفقر. طيب، يقول هل معنى قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة أنها تكفي في إقامة الحجة أو تكفي عن بقية القرآن، يعني لا يريد نزول شيء من القرآن إلا هذه السورة؟ طبعا الأول ولا شك أنه قد قامت الحجة على الخلق، كان يتعلم ويعمل ويدعو ويصبر. نعم، من آمن بنوع واحد من أنواع التوحيد ولم يؤمن ببقية أنواع التوحيد فهو، يعني آمن بالربوبية ولم يؤمن بالألوهية، نعم مشرك كافر، ولا يمكن أن يكون موحد حتى يفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. والكفار الذين بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بتوحيد، وكانت الخصومة بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام في أي توحيد؟ توحيد الألوهية. طيب، سؤال: أقر بتوحيد الربوبية وأقر بتوحيد الألوهية، لكن مرة واحدة في حياته صرف شيء من العبادة لغير الله، لا هو مشرك كافر. نعم، توحيد إفراد الله بالعبادة، فمن صرف منها شيء قال لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم، طيب اجلس، فتح الله عليك. نعم، تكون البراءة من الشرك وأهله بماذا؟ قلب ولسان وجوارح. كيف يبرأ من الشرك وأهله؟ بالقلب، بغض الكفار وعيالهم واحتفالاتهم وطقوسهم والشركيات والبدع. باللسان ماذا يقول؟ نعم، ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، فتح الله عليك. بالجوارح ماذا يصنع؟ لا يشارك الكفار في عيادهم واحتفالاتهم وطقوسهم، ولا يلبس لباس الكفار أو القصار، أو ينظر إلى مصارع الحرة أو إلى الكرة ويعجب به. نعم، وقلنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول: يا رب اجعل هؤلاء في جانب وأنا في جانب. هل يعارض هذا الدعوة إلى الله؟ لا، الدعوة إلى الله شيء والإعجاب بهم شيء آخر. وقلنا قد يجتمع في شخص واحد بغض في الله وحب طبيعي. نعم، المراد بالمساجد في قوله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله يشمل ثلاثة أمور: أعضاء السجود. فإذا سجد لك إنسان تحتج عليه لماذا؟ نعم، قلت تقول كيف تجعل هذه الأعضاء تسجد لغير الله؟ لأن الله هو الخالق، هو المستحق للعبادة. أجعلت لله يدا؟ نعم. المساجد المبنية، فلو أراد إنسان أن يدفن قريب له في مسجد تحتج عليه بماذا؟ لأن المساجد لله. الثالث: الأرض. كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت للأرض مسجدا، كل مكان تسجد فيه فقد اتخذت مسجد. فلو أراد إنسان أن يبني على أرض
يجعل فيها معبد، يعبد فيه الشيطان أو النار، تحتج عليهم بمال، وأنا مساجد لله. طيب، وأحد تحتج به على ماذا؟ نكرة تعم، نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك. نعم، فلو أراد إنسان أن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم أو الملائكة أو الصالحين تحتج عليه بماذا؟ نعم، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. طيب، فتح الله عليه. طريقة السلف، الاستدلال أولا أو الاعتقاد أولا، يستدل أولا ثم يسير على ما جاء في الكتاب والسنة خلافا لأهل الباطل، يعتقد أولا ثم بعد هذا يستدل. طيب، من؟ نعم، يقول المسائل الثلاث هي الأصول الثلاث، صح أم خطأ؟ خطأ. ما هي المسائل الثلاث باختصار؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات، وأن الحجة قامت على الخلق برسالة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. المسألة الثانية إفراد الله بالعبادة، بالعبادة أو بالألوهية أو بالعبودية. المسألة الثالثة البراء من الشرك. أما الأصول الثلاثة هي باختصار، فتح الله عليك، اجلس. طيب، نعم، الدعاء ينقسم دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة قلنا دعاء بلسان الحال، ودعاء المسألة دعاء بلسان المقال، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي يوم عرفة لا إله إلا الله، مع أنه لا إله إلا الله ذكر، لكن هو دعاء بلسان الحال. أما الدعاء بلسان المقال، نعم، تقول اللهم اغفر لي وارحمني، دعاء العبادة صرف لغير الله، شرك أكبر، كما صلى وصام وحج لغير الله. ودعاء المسألة قلنا ينقسم إلى قسمين، فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله، طلب الولد طلب الرزق، وفيما يقدر عليه المخلوق يصح بشروط أربع، أن يكون حي، خرج به ميت، الثاني خرج به غائب، قادر خرج به عاجز، خرج به ما لو اعتقد أن لهذا تصرف خفي في الكون أو بيده جلب المنافع ودفع المضار، فتح الله عليك. نعم، ذكرنا أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر أن الناس انقسموا في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام، صحيح إذا اعتقد وجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا، إما حسا أو شرعا. أسباب حسية كالدواء مثلا، وأسباب شرعية كالرقية. وإذا اعتقد أن السم مؤثر بذاته فهذا الشرك أكبر. وإذا اعتقد أن هذا سبب والله سبحانه وتعالى لم يجعله سبب لا حسا ولا شرعا، شرك أصغر. نريد مثال على الثاني ومثال على الثالث، على الشرك الأكبر. طيب، إذا اعتقد أن التميم بنفسها هي تضر وتنفع، ورأس الثور هو الذي يطرد الجن والشياطين، وإذا جعل رأس الثور قال أنه سبب، نقول أنت جعلت سببا، فهذا الشرك أصغر، لكن الحكم على الفعل يأتي معنا، على الفاعل يأتي معنا إن شاء الله تعالى، فتح الله عليه. طيب، نعم، يقول يصح الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه أو فيما لا يقدر عليه، بشروط أربع. طيب، معنى لا إله إلا الله القادر على اختراع،
لا رب بحق إلا الله، لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله. أحد يكلم لا، إنه لو قلنا لا معبود إلا الله معنى هذا إنه كل ما عبد من دون الله فهو إله. نقول لا معبود بحق، لأنه لا إله إلا الله لا بد فيها منه نفي وإثبات. لا إله نافيا جميع معبد من دون الله. فإن شك في تكفير من كفر الله أو توقف أو تردد فليس بموحد، ولا بد قبل الإيمان بالله الكفر بالطاغوت. إنني براء مما تعبدون يقابل لا إله، إلا الذي فطرني يقابل إلا الله. لا إله قد نافيا جميع معبد من دون الله، إلا الله مثبت عباد الله وحده لا شريك له. طيب، ما حكم التقريب بين الأديان؟ ما حكم الحوار بين الأديان؟ يعني إظهار سماحة الإسلام وما عليه وكيفية التعامل مع الكفار والعهود التي بيننا وبينهم، كيف نصنع في العهد وغيره، فهذا أمر. أما التقريب بين الأديان كفر. الدليل إن الدين عند الله وغيره، وغيره. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآية. آخر الآية قال سبحانه وتعالى فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، وغير المسلم كافر. مفهوم؟ هل هناك تقريب بين الرافضة والسنة؟ لا. نعم، إذا أراد التقريب نقول ادخلوا في الإسلام. نعم، إذا أراد التقريب نقول ادخلوا في الإسلام وتصيروا بهذا مسلمين وتركتم ما عليه أهل الرب. صحيح. نعم، أجلس فتح الله عليك. الأدلة على وجود الله يقول نعم، إما أنها يعني كثيرة أو إجمالا أربعة، وإحنا قلنا إجمالا أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. نعم، هذه أدلة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، هل للملائكة قلوب؟ ما الدليل؟ قال الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم لهم عقول. نعم. نعم، قالوا ماذا قال ربكم؟ يسألون ويجيبون. نعم، فتح الله عليك. السر. نعم، الدليل: جاء للملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فتح الله عليك. طيب، يقول علاقة التوحيد بالإيمان أن الإيمان عام والتوحيد جزء منه. نعم، لماذا؟ لأن أخذنا في شرح أركان الإيمان أن الإيمان بالله يتضمن ماذا؟ الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، هذا هو التوحيد. نعم، صحيح. أركان الإيمان كم؟ هذا الذي لا يعرف أركان الإيمان وأركان الإسلام كيف يدعي شيء هو لا يدري عنه؟ ويعجب البعض، تجد إجابات أحيانا لبعض الطلاب يعني ممكن قد يلتبس عليه الأمر خمسة أو ست، أما يكتب ثمانية والله يشكر. ولو تسأل البعض عن لاعب كرة تجد يعرف كل شيء عنه، أو مغني أو كذا. ولو تسأل عن أمور لابد أن تعلم معلوم من الدين بالضرورة قد لا يدري عنها شيء. طيب، نعم، فقط. نعم، يقول للمشركين شيء من العبادة لله صح وخطأ. هل الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كان عندهم شيء من العبادة لله؟ نعم، وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وكفرهم الله سبحانه وتعالى حتى تكون العبادة كلها لله. فإن
صرف شيء من العبادة لغير الله فقد وافق الكفار الذين بعث منهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب قال من عبد من دون الله وهو راضٍ